المباراة سيفري كانت صعيبة لأنك تجمع ما بين جوج ديال الفرق اللي معروفين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد تاع الكلاسمون ديال البطولة النسوية. ف سيفري سبورتينغ عندهم فريق في المستوى وسيرتو في بلادهم تيلعبوا مزيان. حنا ما جيناش على أساس نديروا السياحة كيما تيقولوا، فجينا على أساس نحققوا نتيجة إيجابية، لأن ضروري خاصنا ديك النتيجة إيجابية باش نردوا الثقة للجروب ديالنا. وفي الشوط الأول كانت شيئا ما المباراة صعيبة نظرا للأحوال ديال الطقس اللي كانت الشتاء وكان الريح. فالشوط الثاني بعد ما تكالم شويه هذاك الريح وحبس الشتاء، فاللعيبه استطاعوا باش يهبطوا كره الارض، لان هذاك هو لو بوان فور ديالنا، حنا ما كنلعبوش لو جو ديريكت، وتمكنا باش جوج الاصابات. للاسف تلقينا واحد الهدف اخر دقيقه على عن طريق واحد الكره ثابته، هذه هي الكره جوج لجوج. وتنظن اللي رابح هو كره القدم النسويه لان كانت مقابله جميله.